إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم حول الجرجير أو ما يسمى في شمال أفريقيا بالسبناخ. الجرجير مليء بالفيتامين E وهو محفز للذكر على التصفير، وكذلك هو وقت التزاوج له فائدة كبيرة للذكر من حيث تحذيره، ووقت طرح الريش يساعد العصفور على طرح الريش بكل سهولة. إذن عرفنا الآن فوائد هذا الجرجير أو كما قلنا ما يسمى بالسبناخ، وملاحظة يجب علينا عدم إعطائه للعصفور بكثرة، مثلا مرة واحدة في الأسبوع تكفي لا أكثر. نعطي الآن عصفورنا ورقة من ورق الجرجير. الآن يتم تعليق الورقة كما قلنا في درس سابق بمشبك الملابس. الآن انتهينا من وضع هذه الورقة، وشكرا لكم والسلام عليكم.